هذه الأقسام الثلاثة في قلبه ويشفع ذلك باللسان. بعد أن يكمل النية نعم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي نية الحج. أحسنت. فإذا لا دعنا بد أن يتفق نية القلب مع شفع ذلك باللسان، باللسان ما يكفي توكيدا هذا. لنية القلب. نعم دعنا نتحدث عن هذا يعني باستفاضة إن شاء الله دكتور، إن بعد شاء أن الله. نأخذ اتصال الأخت أم محمد من بغداد. أختنا أم محمد تفضلي أنت على الهواء. أم محمد، ألو، يبدو أن انقطع الاتصال. طيب إذا نكمل مواقيت دكتور الحج. نكمل المواقيت، يعني نعم في البداية دكتور، يعني المواقيت هنا كناية عن مكان أم عن وقت؟ لا عن مكان، لماذا سميت مواقيت إذن؟ يعني من هذا المكان يؤقت لبس الإحرام إذن لكليهما لكليهما. لا ما لكليهما هو ها عندنا الله يقول الحج أشهر معلومات، نعم فإذا هناك وقت للحج نعم يسمى محرما أو وقت حرام، وهناك أرض هي التي نعنيها في المواقيت أو يعنيها الفقهاء في المواقيت، سنكملها إن شاء إن الله. شاء الله. ثم قضية الإحرام، لبس الإحرام، فإذا لبس الإحرام ثلاثة عندنا. ثلاثة أمور سوف نعم نأتي إليها إن شاء الله. فالمواقيت قلنا ميقات المدينة ذي الحليفة وبيار علي. مواقيت بلاد الشام تكون قريبة للمدينة المنورة وتسمى الجحفة. يعني وكأنها على الحدود السورية نعم احنا السعودية. يعني نعم كان المفروض ان نطلع للمشاهدين الكرام خارطة نعم لمكة المكرمة ونحدد هذه الاماكن حتى تكون واضحة في ذهنهم، لكن اي حاج يذهب الى هناك اذا كان في المدينة يقولون له لا تتجاوز ذي الحليفة الا بإحرام. نعم ومن جاء عن بلاد الشام قالوا الا الجحفة، ومن جاء عن طريق البحر قالوا جدة. نعم الميناء 70 كيلومتر ميناء شمال مكة المكرمة. دكتور، جوا وبحرا وبرا وبرا كلها. كلها. نعم ومن جاء من طريق المغرب؟ من طريق المغرب يأتي إما عن طريق مصر عن طريق البحر أو يأتي عن طريق بلاد الشام، فإذا نعم كان عن بلاد الشام فبالجحفة، وإذا كان من المدينة المنورة نعم فذو الحليفة، ذو الحليفة. وإذا كان من العراق ليس مارا بالمدينة المنورة. احنا الطريق عندنا مال الحج الأصلي من أيام الدولة العباسية، نعم من بغداد إلى النجف ثم بعدئذ إلى عرعر العراقية، ثم نعبر الحدود إلى عرعر السعودية، ثم يدخل إلى المدينة المنورة أقرب مما يذهب إلى مكة مباشرة. فإن جاء من طريق العراق ودخل هذا المكان واستقر في المدينة يومين ثلاثة أو حتى يوم واحد وأراد الإحرام للحج فعليه أن يخرج من ذي الحليفة. أما إذا جاء من العراق عن طريق الصحراء فذات عرق، مكان أيضا جنوب هذه المنطقة، نعم مكان يسمى ذات عرق. جميل جدا. واليمن بلد، هناك بلد معروف ومشهور يسموه يلملم، نعم مدينة كاملة هي ميقات أهل اليمن اللي يجي من الجنوب أو يأتي من الإمارات عن طريق اليمن فيمر على يلملم، وإن كان يأتي إلى الرياض ثم يأتي إلى مكة المكرمة فهو على ميقات العراق على ذات عرق. هذه أحسنت هي دكتور. المواقيت، خارطة ولكنها أميبية، يعني نعم. ليست دائرة منتظمة ولا مستطيل منتظم ولا نعم. معين ولا مربع، وإنما هي أميبية، يعني على خريطة قد حددها رسول الله عليه صلى الصلاة الله عليه والسلام. وسلم. وأقرب حل إلى الحرم هو التنعيم، 25 كيلو فقط شمال مكة، واللي يسموها آبار عائشة. ماذا يعني ما بها هذه؟ نعم ماذا نفعل بهذه الآبار؟ يعني يعني هذه أقرب أقرب حل إلى أقرب حل إلى الحرم. أما البقية مثلا 485 كيلو بين ذي الحليفة وبين مكة، من جدة 70 كيلو، يلملم حوالي 120 أو 125 كيلو إلى مكة، لكن هذا أقرب مكان. وسميت آبار عائشة لأنه عندما حجت عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حجة واحدة فقط لرسول الله في السنة العاشرة للهجرة، جاءها ما يأتي النساء الحيض فلم يسمح لها رسول الله بالطواف بالبيت كذا كذا، وأجلهم حتى انقضى حيضها فخرجت إلى هذا المكان إلى التنعيم وهو أقرب مكان إلى الحرم، فاغتسلت ونوت الحجة، نوت مناسك الحج البقية ثم جاءت، فهو أقرب محل من الحل
ولذلك ليسوون عمره اقرب مكان وهم بمكه يطلعون للتنعيم الابار عائشه ابار عائشه وحاطين خط. نعم يعني السعوديه مهتمه بهذا الموضوع. نعم. كثيرا في المواقيت فمخلين خط على بنايه هذا حل وهذا حرم، ومخلين حمامات بالحل للنساء وللرجال يغتسلون ثم يصلون في جامع ثم بعدئذ يركبون السيارات ويأتون لأداء مناسك العمرة. ممتاز. معنا على الهاتف أم محمد، عودة الاتصال. أم محمد تفضلي. أم محمد. ألو أم محمد أنت على الهواء تفضلي. نسمعك يا أم محمد تفضلي. ألو نسمعك أم محمد تفضلي. ألو يبدو أنك لا تسمعيننا. ألو يا أم محمد تسمعين؟ تسمع كل شيء. طيب نرجع تسمعين الاتصال. تفضلي سؤالك. خل تسأل ونشوف. أني وضعت مبلغ من المال البنك والبنك بفائدة وهذه الفائدة سحبت المال بقت الفائدة عن الفائدة ما أريدها. نعم. فبيكون المال البنك رجعوها للدولة ما قبلت الدولة تاخذها. نعم. يعني أخذيها فسحبتها وين أوديها؟ طيب شكرا يا أم محمد تسمعين إن شاء الله الإجابة. أبو أحمد من الموصل. أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخي الحبيب. مرحبا دكتور عمار. حياك الله ومرحبتين وهلا. مرحبا دكتور عبد الحميد. أهلا وسهلا ومرحبا أخي. عسى أن تكونوا بخير إن شاء الله. وأنتم كذلك إن شاء الله. دكتور عندي سؤال الله يخليك. تفضل يا أبو أحمد تفضل. قبل عدة سنين حجيت أني عن نفسي والسنة الثانية أخذت إمرأة حجت عن والدتي. نعم. وفي مكة المكرمة لقيت شخص أيضا من الموصل ردت حج عن أخي يعني المتوفي. نعم. واني بالحجه الثانيه حجيت عن والدي. نعم. فالرجل اللي يعني كلفته ان يحج هو تبرع طبعا قال انا حج عن اخوك. نعم. وما قبل ياخذ يعني ما قبل ياخذ لا مصرف ولا اي شيء من ال طيب يعني تبرع قال انا حج ما بدون اي مقابل تنطيني. طيب اين السؤال؟ يعني هل بالنسبه للحجه ماله يعني مجزيه ماكو شيء بها ما لانه هو يعني من قام بدفع الاجور ودفع المصاريف اليس كذلك؟ هو لم ياخذ مصارف هو لانه متبرع بها. تمام لم ياخذ. ما. شكرا يا ابو احمد ان شاء الله تسمع الاجابه. شكرا جزيلا. صفاء من الرمادي تفضل يا صفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك اخي الحبيب. اخي العزيز انا عندي ارجو من الشيخ ان يفسر لي الايه اللي في سوره التوبه من 23 الى 24 وهل اقراها من التوبه من ايه 21 الى 24 الى 24 اقراها اخي. صفاء انقطع الاتصال ان شاء الله نفسرها. من معنا من بغداد؟ لم اسمع الاسم. هدى اهلا اخت هدى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك دكتور؟ اهلا وسهلا اختي العزيزه. ان شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين. تفضلي هدى. العفو دكتور عندي عده اسئله. السؤال الاول يعني يجوز اهداء الحج للوالدين يعني المتوفي من قبل شخص هو ما حاج يعني يجوز هذا الشيء؟ طيب. السؤال الثاني يعني مثلا اذا مثلا دزينا حجه مثلا الوالديه بهالحاله من يرجعون الحجاج هل يعني المناسك نفسها نسويها هنا يعني نسويها لهم يعني شنو الطريقه؟ السؤال غير واضح اخت هدى يعني ماذا تقصدين بالمناسك عندما يعودون؟ يعني مثلا مرات لازم يصوم ثلاثة ايام ورا ما يرجع يعني مثلا لازم يذبح هنا حسب ما احنا نعرف يعني ماكو يعني شنو الاشياء اللي نسويها بحاله مثلا هدينا حجه الوالدين. طيب يعني اذا ما الاشياء التي تفعلينها او يجب ان فعلها بعد الحج؟ طيب شكرا جزيلا اختي هدى. فعلها بعد الحج. ام زيد معنا على الهاتف تفضلي يا ام زيد. عليكم اخويا شلونك؟ حياك الله يا مرحبا. الله يبارك فيك. بس اريد اسال على زكاه الذهب
طيب يعني اريدها بالتفصيل من قبل الاستاذ بلا زحمه عليكم. حاضر ان شاء الله، شكرا جزيلا، شكرا لاتصالكم زيد. اذا ما زالت الهواتف موجوده لمن يريد ان يتصل، لكن بعد ان نجيب على هذه الاسئله. دكتور الحبيب، يعني ام محمد اودعت مبلغ بفائده، تقول رجعتها للدوله والدوله ما تريد تقبلها، تقول لها حيري بيها، تقول وانا وديها. والله يعني افتى بعض العلماء المحدثين ان هذه توزع على الفقراء، ولكن من قواعد ديننا أن الحرام لا يجوز أخذه ولا يجوز التصدق به. أما هي من البداية غلطانة لما تروح تودع أموال بالربا وتعرف أن الربا حرام، أو كان تسأل المفروض قبل أن تودع، إذا هي الظاهر أنه تخاف من الله في هذه المسألة، فكان عليها قبل أن تودع. وهاي اللي المسائل اللي نلقيها الآن في حياتنا، يسألون كثير عن هذه، يتورط بمسألة حرام، تعال قل لي ما الحل. بعض الأمور ما لها حل. طيب ليش ما سألت قبل؟ هو هذا هو الأصل. إيه؟ الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت تريد تودين فلوس بالبنك، تروحين تسألين عالم يابا هذا الربا حرام لو حلال؟ إذا حرام تخلين فلوسك عندك، وإذا حلال تروح تخليها. فإذا منفذ الصدقة أن تتصدق بها هو هذا منفذ. فتوى أنا لا أؤمن بها، لأن القاعدة الأساسية في شريعتنا أن الحرام لا يجوز أخذه ولا يجوز التصدق به. لكن بعض علمائنا المحدثين الله يوفقهم إن شاء الله أفتوا بهذا متأخرين، ولا في البداية كان أحد التجار في لندن كويتي، كان أودع أموالا وصارت الأرباح الربوية ملايين، فاستفتى العالم الإسلامي في مجلة المسلمون قديما، واستفتى كل علماء المسلمين، هل يجوز أن أخذ هذا الربا وأعطيه لمسلمين فقراء أو أهديه لدول فقيرة إسلامية؟ كلهم منعوا ذلك، لكن سمعت بالفترة الأخيرة أن بعض العلماء المحدثين أفتوا بهذا، فلعل ربنا يوفقها فتصدق بها على الفقراء ولا تعتبر صدقة لها أبدا لأنها مال حرام. طيب